بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقاطع لعبة دي بي دي. اليوم إن شاء الله يا شباب راح ألعب معاكم الإيفنت، لكن بالسيرفايفل. دائما نلعب كيلر، آخر فترة الفيديوهات كلها كانت كيلر، لكن اليوم إن شاء الله بلعب معاكم سيرفايفل، وراح ألعب إن شاء الله بشخصية دوايت، وهذا الحساب حساب جديد، والسكواد اللي معايا راندوم، تمام؟ فالحساب هذا جديد، ما في بيركات قوية، لكني سويت لي بيلد إن شاء الله يقدر يمشيني وأقدر إني أتأقلم مع السكواد إن شاء الله وألعب معاهم، لأن الشباب الآن مو موجودين. لكن عموما هذا هو جيمنا وجيم في الايفنت نفسه، ان شاء الله نستمتع فيه مع بعض. يلا اوكي، ماب مايكل مايرز. طيب ماشي، الماب هذا سووا عليه تغييرات كثيره مره، ف انا ما لعبت فيه كثير بعد التعديلات. الويندو هذه كويس انها مفتوحه، تمام. فهم غيروا صراحه في المبنى الرئيسي، غيروا برضه في ملامح الماب نفسه، حاطين بليتات على حواف الماب، يعني كان في مناطق ديد زون الكيلر بوبا. طيب انا اول شيء بدور عليه اللي هو حق الايفنت هذا، وبعدين ان شاء الله بحاول اني العب لعب عادي. ايوه هذه واحده، ممتاز. يلا خلينا نبدا الجيم يا شباب. طبعا السكواد راندوم، وان شاء الله اني بحاول اني اسوي شيء جديد ان شاء الله في هذا الجيم، لان الفتره الاخيره كانت كلها كيلر بيشوفني. ما شافني، شاف ايس. اوكي راح لايس، خلينا صندوق. طيب فلاش، يا سلام يا سلام. خليني اروح اعزز الايس. جبريل وميج ماسكين جهاز، انا بحاول اعزز. لا شافني شافني شافني، ايوه شافني. ما يمديني اسوي شيء الحين، خلاص شافني. طيب خلونا امسك اللوب، انا بحاول امسك اللوب يا شباب. تعال خلصنا جهاز، الوضع مره ممتاز. تعال تعال تعال، والله مطول، تمام. طبعا ما راح ادخل البيت يا شباب، بحاول اوديه الجهه الثانيه هناك. تعال تعال لا تضيع، تعال. طبعا دمك في الايفنت اموره طيبه في البليتات، ليش؟ لانه يطيح بليت ركب مكانه واحد ثاني، اموره تمام. طيب ماشي، نزود المسافه يا شباب، تجي السياره الثانيه هنا. كفو عليك. يسوي ريسبكت ولا لا؟ ما يسوي ريسبكت، خلينا نبلش. يخاف من الفلاش، كسر، ما كسر البلت، ممتاز. شوفوا يا شباب قاعدين نحاول نفهم الكيلر كيف يلعب. تعال تعال تمام، يسمل، حلو. الشباب ماسكين جهازين مختلفة، ممتاز. ميج ماسك جهاز، جبريل ماسك جهاز. مشي مشي كويس، توقعت انه بيسبك، فقلت ما ابغى نط حتى اتاكد. تمام اوكي، اللفه الثالثه ما يمديني اخذها، ايوه ما يمديني. طيب نطلع من هنا، والله في لاج يا شباب في الجيم. اوكي ايش صار؟ تمام، انا ماني حافظ الماب يا شباب، والله والله ماني حافظها زين، بس اني اجتهد اني العب فيه. القى يخاف من الفلاش، يكره الفلاش. اوكي دقرت دقرت، لاحق الويندو، الويندو مقفله. لا هذه واحده من التغييرات اللي غيروها في الماب يا اخي. الويندو دي ليش يقفلوها؟ والله العظيم الويندو دي مره قويه. يلا فداء، اخذنا كم جهاز الحين؟ باقي جهازين، ممتاز. اوكي علقني بالقدره، علقني فوق. هذا المكان يا شباب شباب زي البيسمنت، نفس نظام البيسمنت، البيسمنت تطلع له تنزل له مع الدرج، هذا تطلع له مع الدرج. بس ان شاء الله ما يكمل، ان شاء الله ما يكمل. ميج ماسك الجهاز، تركته، ايوه مسكت الجهاز. الكيلر قريب مني، والله انهم بعيدين. والله قهر، والله قهر الويندو، والله قهر. تغييرات كويسه في الماب لكن مو مره صراحه. البيت الرئيسي احس انهم
بعد مو علينا في اللوب. تكفى يا شباب لا تدخل تير 2 تخيلوا اموت. لا عاد. طيب اس ماسك لوب. جبريل 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 تعال 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 رجع. اوكي والله مكبر لي من اسفل يا شباب، والله مكبر لي الكيلر من اسفل. بدخل تير 2 لا بحاول. خلاص دخلت تير 2 ما فيها كلام. رجع لي جبريل من الخلف. ايس هنا شباب لا موت يا شباب لا موت. لحق ايس. جبريل جبريل تكفى جبريل فرصتك. كويس جاني والله لا افوز جبريل والله والله لا افوز لو اموت مكانه والله. نزلني والله يا شيخ يا شيخ وينك انت من زمان. طيب انا ديث هوك ما راح اخاطر ما راح اخاطر. خلاص مسكت لوب جهازين بجتهد. خليني اهين نفسي ان شاء الله بس ما يرجع لي. والله قهر والله قهر. دخلت تير 2 بسرعه كذا قريب. اوكي الحق ميك. خلوني اهين نفسي. طبعا هذا بيرك الوحيد اللي عندي اهين نفسي فيه اللي هو سيلف كير. ولا حد يعلق. وفي يا شباب هذا متى بيخلص التهيل ده؟ ايس ماسك لوب من اليوم وتوه مسك الجهاز. خليني اروح احاول اني اعزز له. ترك ايس. طيب معناته راح لهم في الجهاز. انا ما ادري وين مكانهم الحين. بس عندي البيرك بوند هذا يخليني اشوف السرفايفل اذا كنت قريب منهم. هذا ايس. طيب هذا ايس. ما ادري وين الكيلر ما ادري وين الشباب. ايوه هذه ميج هنا وهذا جبريل. ايوه جا الكيلر. اوكي شباب حشرها حشرها حشرها. اسفه ما في جهاز هنا صح؟ ما في اجهزه. الاجهزه شكلها في البيوت. حشرها يا شباب حشرها. اي أيوة والله حشرها. كويس ايس جاء تمام. خل ايس يروح من جهه وانا بروح من جهه. نحاول نسيفها يا شباب. شاف ايس بيجي من هنا ما يمديك. نزل نزل. حلو يا شباب حلو. جبريل مسك جهاز سيفنا ميج مره حلو. السكواد حلو. يا ليت الراندوم كلهم كذا يا شباب والله يا ليت الراندوم كلهم كذا. ايس بطران وميج رش جنات حلوه وجبريل والله والله السكواد حلو. انا مسكت جهازين وايس مسك جهازين وما شاء الله السكواد اللي معانا رشوا اجهزه. خلينا نمسك جهاز. انا ما سويت اجهزه. ميج والله ما ادري وينها ميج مسكينه مدمجه. طاح ايس طاح ايس. ما قصر ما قصر. مدينا مدينا ان شاء الله خلص الاجهزه. بنحاول نسيفه والله انه بوبا يخوف صراحة لكن ان شاء الله نحاول نسيفه. تمام البوابات هنا وهنا ممتاز. طيب بحاول اسيفه. ميج هيلت عندها ادرينالين ممتاز. راح ميج لا ما راح لها. انا بحاول اسيف ما شافني. كويس حلو حلو البيرك حق كندريت صراحة للجديدين في اللعبة والله ممتاز. انا عشان حساب جديد ما عندي بيركات حطيته والله له فايده. شوفوا كيف اشوف الكيلر وين يروح وين يجي. اموري تمام تمام. لحق جبريل شباب لحق جبريل. انا حلفت اني افوزه انا حلفت اني افوزه يا شباب. هذا لازم يفوز. خلنا اجهز الباب. لا جاء تمدين. اوكي جتنا السرعه. الكيلر 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 بيجي من هنا. ايوه بيجي من هنا. طيب يا شباب انا بسوي تريد معاه حتى لو اموت. انا حلفت اني افوزه. رجع. طيب لحظه خلونا نهيئ الايس. ايس ما راح يقصر اتوقع. ايس بيجي ساعد والله ان شاء الله لو اسوي تريد معاه يلحقني. ايوه لا رجع. يمدينا يمدينا ان شاء الله يمدينا. كلنا فول هيل
وما في احد عندنا دثوك الا انا وايس، يعني يمدينا باذن الله. انا عن نفسي مستعد اموت، والله مستعد اموت من جد، لانه سيفني تسييفه حلوه صراحه. خلاص انا غسلت يدي من الجيم ترى. يا سلام يا سلام، وفيت بعدي يا شباب، وفيت بعدي. يلا روح، ما راح اهيله. يلا تحرك الباب، تحرك تحرك تحرك. الحين ايس هناك لوحده. والله الحشره الكلاب في الرشه الجنات كان كويس ومرتب الاجهزه وكان الجيم مره حلو. مشكلته انه يصمل وعلى امل انه يطيح لكن يتلوث فيه، فما اعطينا فرصه ابدا. ايش ضيعوا هناك؟ والله انك بطل، هذا بطل بدع صراحه. خلاص خلاص جبريل فاز، اهم شيء اهم شيء جبريل. هو يكره الفلاش يا شباب، يقول لي اطلع. زعل زعل زعل، انا اسف انا اسف، زعل. جيم حلو جيم حلو، يا ليت الراندوم كلهم كذا والله شباب. جي جي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. سلام. We'll be right back.